السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من البرنامج اليومي الملعب، المتابعة لكل المستجدات في الساحة الرياضية السعودية وعناء يوم رياضي كامل نكفيكم إياه في ساعة ونصف فقط في هذا البرنامج. البداية مع العناوين. الاتحاد السعودي يطلب نسخة من حلقة الملعب للأمس. استفزاز، انضباط آسيا تغرم الشباب والنصر بسبب الديفيدي. عقوبتنا 5000 دولار بسبب ديفيدي وننتظر عقوبة جماهير إيران. إدارة الاتحاد تقرر تأجيل اجتماع أعضاء الشرف. جائزة اللعب النظيف لثلاثة فرق وثلاثة لاعبين. رسميا الرائد يؤكد بقائه في دوري زين للموسم القادم. بعد تغلبه على الفتح نجران تكفيه نقطة للبقاء. القادسية يخسر من الهلال ويقترب من الهبوط.